يبحث مع المسؤولين الصينيين إقامة علاقات تجارية شاملة وكبيرة مع الجانب الصيني، وبحث معهم كيفية تصدير القطن المصري طويل التيلة إلى الجانب الصيني. ومن هنا تطور العلاقات السياسية ما بين الجانبين. والنقطة اللي أنا كل ندوة بشرحها معلش ولازم يعني بأعيد تأكيدها مرة تانية، يعني إيه مصر اعترفت بالصين 1956 وإحنا كنا قبل كده مش عارفين الصين أو ما كانتش حاجة يعني أو ما كانتش الصين موجودة. الحقيقة إن كان في يعني كان في خلاف ما بين جبهتين في الصين، كان ماو تسي تونغ هو كان رئيس جمهورية الصين الشعبية، وكان طبعا كانت عاصمتها بكين اللي هو الموجودة دلوقتي، هي دي اللي احنا اعترفنا بيها. على الجانب الثاني كان في تشينغ كاي وعمل حاجة وعمل جمهورية الصين الوطنية، وكان خلى عاصمتها جزيرة فورموزا في تايوان. فحدث خلاف ما بين جبهة ماو تسي تونغ اللي هو الحزب الشيوعي الحاكم والجبهة الوطنية برئاسة تشاي كاي، وخدها وراح جزيرة فورموزا في تايوان. والمجتمع الدولي طبعا المجتمع الدولي كان يعني الصين عاملة قلق للمجتمع الدولي، أعطوا مقعد الصين الدائم في مجلس الأمن لتشيك كاي وقعد لغاية سنة 73. في الفترة دي بقى لغاية سنة 73 توالت اعترافات الدول بجمهورية الصين الشعبية برئاسة ماو تسي تونغ وليس تشيك كاي. فمصر كانت أول دولة عربية وإفريقية وإسلامية تعترف بجمهورية الصين الشعبية برئاسة ماو تسي تونغ، وده كان سنة 56. وجاء بعد كده بقى جاء بعد كده العراق تقريبا 4 يوليو 1958 والسعودية وما إلى ذلك، توالت اعترافات الدول. والنقطة اللي أنا عايز أكد عليها، لولا اعتراف مصر كأول دولة عربية وإفريقية وإسلامية بجمهورية الصين الشعبية برئاسة ماو تسي تونغ، لما جرأت العديد من الدول العربية على أن يعني تعترف بهذا، يعني إيه تعترف بجمهورية الصين الشعبية في شكلها الجديد. فمن هنا مرت المراحل، مرت العلاقات ما بين مصر والصين بثلاث مراحل الحقيقة. يمكن المرحلة الأولى بعد ثورة يوليو 1952 مصر كانت أول دولة أبدت اعترافها بحق الصين إن هي تأخذ مقعدها الدائم داخل مجلس الأمن. الحاجة الثانية في النصف الأول من عقد السبعينيات اللي انتوا عارفين فيها في الثورة الثقافية في الصين، ابتدت من 65 لغاية 75. الثورة الثقافية دي كانت بتقودها زوجة ماو تسي تونغ اللي هما بيسموها عصابة الأربعة أو كتلة الأربعة، مش هتكلم في الناحيه دي كتير. لكن الفتره دي كانت الصين قررت ان هي تبقى منعزله عن العالم، كان وجهه النظر، ودي اثبتوا بعد كده ان هي وجهه نظر خاطئه. ليه؟ الصين قالت ان احنا هننعزل على العالم في الفتره دي من 65 ل 75، وقالت ان احنا هنعمل عزله ثقافيه وان هم مش محتاجين حاجه من العالم الخارجي وهنقفل بابنا على نفسينا. والفتره دي الحقيقه في الفتره دي العالم اتطور تطور كبير جدا، التطور في نواحي علميه وتكنولوجيه وما الى ذلك. الفتره دي وقعت من تاريخ الصين وفترة يعني لا تذكر. وبعد كده القائمين على أمر الدولة الصينية اكتشفوا خطأ تصوراتهم ان هم ينعزلوا عن العالم، لان هم يجب ان يكونوا جزء مهم من العالم. علشان كده في فترة في اوائل السبعينيات كان في فترة العزلة الثقافية للصين. الصين سحبت كل سفرائها في العالم كله من العالم العربي، ولكن المفارقة التي استوقفتني بشد الحقيقة ان الصين لم تقب بسحب سفيرها الصين من مصر، وهذا وإن دل فإنه يدل على العمق الاستراتيجي لمصر وأهمية مصر للصين، يعني حتى في الفترات السابقة في فترة السبعينيات. الفترة الثالثة هي، وكمان انا عايز اقول حاجه، ان لما جاء جمال عبد الناصر قام بتاميم شركه قناه السويس، شركه مساهمه مصريه، وكان في يوليو 56 كانت الصين من اوائل الدول التي ابدت احترامها الشديد ان مصر تامم شركه قناه السويس. وعلى ما اتذكر ان رئيس مجلس الدوله الصيني شو ان لاي اصدر بيان في 15 اغسطس 56 اعرب عن ترحيب الشعب الصيني بتأميم
تأمين شركة قناة السويس. بعد كده لما مصر في الأول من نوفمبر 1/11/56 مصر تعرضت للعدوان الثلاثي من قبل بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، كانت الصين من أوائل الدول في العالم التي شجبت هذا العدوان الهامجي. هم بالضبط المسؤولين قالوا نحن ضد هذا العدوان الهامجي على السيادة المصرية. وأكاد برضو التاريخ القديم بيرجعنا تاني، خرجت العديد من المظاهرات في بكين وعدد كبير من المدن الصينية، يقال ان اكتر من 500,000 صيني خرج في مظاهرات حاشدة تنديدا بهذا العدوان على مصر. وكل العلاقات دي وحتى الناحية التاريخية، ولما نيجي نشوف تطورات العلاقات دلوقتي هنجد ان العلاقات قوية جدا ما بين الجانبين المصري والصيني. الحاجة الثالثة بقى في فترة التسعينيات في اواخر فترة الثمانينيات والتسعينيات العلاقات بقت اكثر ودية. يمكن على ما اتذكر سنة 99 عملوا حاجة، ده الرئيس جمال عبد الناصر ومع نظراء، ده كان في مؤتمر باندونج، وفي 99 عملوا البيان المشترك للعلاقات ما بين مصر والعالم العربي. قالوا ان الصين، يعني الصين وضعت اسس مهمه جدا في كيفيه تعاملها مع العالم العربي. قالت نحن مع السلام الشامل، نحن مع نزع الاسلحه من منطقه الشرق الاوسط، نحن مع عدم التدخل في الشؤون الداخليه للدول الاخرى. ويمكن انا دايما بقول ما زال قول كونفوشيوس لا تفعل لغيرك ما لم يريد غيرك ان يفعله بك، هو اساس العلاقات ما بين الدول. الكلمة دي محفورة حتى هذه اللحظة بماء الذهب على جدران الأمم المتحدة، وهي أساس العلاقات ما بين الدول. فكونفوشيوس هو وضع أساس أو أسس العلاقات الدولية والسياسة الخارجية للصين التي تنتهجها حتى هذه اللحظة. مصر وسياسة التوجه شرقا، يعني حتى لا أطيل عليكم، يعني إيه توجه شرقا ويعني إيه توجه غربا؟ ببساطة شديدة التوجه غربا هو التوجه ناحية واشنطن أمريكا والغرب، وده كان ليه بريق في فترات معينة. علشان كده لما كان أمريكا هي المسيطرة على العالم، أنا دلوقتي أنا مع تعدد الأقطاب، وأكاد أزعم إن إحنا الفترة اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي هي فترة تعددية قطبية، سواء كانت يعني تعددية اقتصادية ثقافية whatever بقى. فمصر وجدت، مصر أعادت على إعادة رسم سياستها مرة تانية. كانت كل شوية كل ما يحصل لنا أي حاجة نروح لأمريكا، شايفين أمريكا هي زعيمة العالم. لا، دلوقتي بقى عندنا روسيا وعندنا الصين، فالدايرة ابتدت تعود مرة تانية. أنا لما رحت الصين أول مرة، عندما حزمت حقائبي إلى بكين في أول مرة منذ عدة سنوات، كان في تخيلي مثل آلاف بل ملايين المصريين والعرب إن الصين دولة بدائية، الصين ما فيهاش أي مظاهر للحضارة. أنا كنت متخيلة بقى إن البيوت مبنية بالحجارة زينا كده. المفارقة أما رحت لقيت كله أبراج، ولدرجة يعني أنا طلعت ابراج 30 و40 دور وحاجات كده. تقريبا هناك معظم البيوت ادواره فيها اسانسيرات وحاجات وهم كده. فانا تسألت يعني كيف لا نستفيد من هذه النهضة الصينية، وتسألت كيف استطاعت الصين ان تقف، ان هي تتحرك. هي كانت الاول على اطراف النظام الاقتصادي الدولي، الان اصبحت الصين قاطرتي ومحركته، وهو ده السبب اللي احنا اتجهنا نحو الصين. الصين اهم حاجة في مبادئ السياسة الخارجية بتاعتها عدم التدخل في شؤون الدول الاخرى، وهو ده المبدأ بالذات اللي احنا بنعاني منه بقى، ازاء الغرب وازاء واشنطن وازاء كل دول العالم تتدخل في شؤوننا. لكن الصين هي الدولة الوحيدة في العالم بتقول انتم احرار وشؤونكم الداخلية نحن لا نتدخل فيها. وانا عايز اقول يمكن في مقالة كنت كاتباها امبارح الحقيقة، قلت ان واشنطن والغرب لا تسمن الدجاجة، يعني حتى يعني لا تسمن الدجاجة يعني لا تسمن الدجاجة بدون اي مصلحة من وراء ذلك، ولكن واشنطن والغرب او واشنطن تحديدا سوف تأكل الدجاجة في الفترة التي تراها ملائمة. يعني ايه معنى المقولة دي؟ يمكن شرحتها امبارح في المقالة بتاعتي، قلت ان هم بيحاولوا يتدخلوا في شؤوننا عن طريق
حركات سياسية وحركات إسلامية وما إلى ذلك، وبعد كده هياكلوهم يعني، بعد كده هيلعبوا زي ما هم عملوهم وحركوهم هيلعبوا بيهم بعد كده. لكن الكلام ده مش موجود في الصين. الصين لا يهمها إن هي تصنع زعيم أو تخلق حركات زي يعني كما تصنع واشنطن والغرب. الصين شايفة إن كل دولة حرة في شؤونها، وإن أنا أكاد أتصور فعلا إن الورقة الصينية هي ورقة رابحة. وأنا كمان هشرح لكم حاجات يعني إيه استراتيجية الصين الجديدة تجاه الشرق الأوسط. سمات ومظاهر انفتاح الصين على المجتمع الدولي، يمكن اول حاجه في فتره الصين مرت الحقيقه بفترتين مهمين جدا في تاريخها، الفتره الاولى من 49 لغايه 76، والفتره الثانيه من 76 او من 78 اكاد اتصور ان هي حتى الفتره المعاصره. من 49 ل 76 هي الفتره بتاعه ماو تسي تونغ ودينج شاوبينج. دينج شاوبينج يعد وبحق رائد النهضه الحديثه في الصين، حاول ان هو ينفتح على الصين في كافة المجالات ولفت انظار العالم ليها. بعد كده جاء جيانج زيمين وهو جين تاو والرئيس الصين الحالي شي جين بين. لما نيجي نقارن ما بين الفترة الاولانية من تاريخ الصين المعاصر من 49 ل 76 سنجد ان القرارات كانت بتتسم بالمؤسسية والمركزية الشديدة، بمعنى ان القرارات كانت في ايد شخص واحد اللي هو يقوم بإدارة عملية السلطة وإن هو كان بيصدر القرارات. لكن الحقيقة دلوقتي القرارات بتصدر بقدر من ألا مركزية، وأضحى هناك تنوع في الآراء والتحليلات السياسية، وأضحى العالم كله بينفتح على الصين والصين بتنفتح على العالم من خلال عقول متفتحة داخل وزارة الخارجية الصينية وداخل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين. الحاجة الثانية إن الصين عملت حاجة جديدة برضو، قالت إن احنا هنتيح الفرصة لإدارات حكومية متنظرة. يعني ايه ادارات حكومية متنظرة؟ يعني ادارات حكومية صغيرة اللي بيها تقدر تدير شؤون تكون قادرة على ادارة الشؤون الخارجية للصين، والصين مرر قراراتها للمجتمع الدولي من خلال هذه المجموعات القيادية الصغيرة. بقى عندنا مجموعة قيادية صغيرة للأمن القومي، مجموعة قيادية صغيرة للسياسة الخارجية، مجموعة قيادية صغيرة لإدارة الأزمات الدولية المفاجئة، بل أن هناك مجموعة قيادية صغيرة لإدارة شؤون تايوان، وأضحى هناك مجموعة قيادية صغيرة لإدارة شؤون المال والاقتصاد والأعمال. فالصين حتة بقى المفاهيم القديمة اللي احنا عندنا إن وزارة الخارجية هي التي تدير جميع الملفات الخاصة بالسياسة الخارجية، الصين اتطورت العقلية الصينية، وحتى ان جوه وزارة الخارجية الصينية هناك إدارة تسمى إدارة التخطيط داخل وزارة الخارجية الصينية. وكمان في حاجة عشان ما ننساش، احنا بنتكلم على الصين والشرق الأوسط، الأكاديميين الصينيين علشان كده أي حد بيحاول يعمل بحث على الصين ما بيقولوش الصين وعلاقة الصين بالشرق الأوسط، اسمها منطقة شمال إفريقيا وغرب أسيا. جميع المقالات حتى المترجمة للكتاب والأكاديميين والسياسات السفير الصيني سونج أيقوا، الكل بيتكلم على الصين، علاقة الصين بمنطقة شمال أفريقيا وغرب أسيا اللي هي منطقة الشرق الأوسط. لأن وسألت أكاديميين صينيين الحقيقة لما كنت في بكين، سألت الدكتور وانغ سولاو اللي كان مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة بكين، وسألت عدد كبير من الأكاديميين عن السبب في استخدام هذا التعبير، قالوا لي إن مفهوم الشرق الأوسط الميدل إيست هو صناعة غربية، فعلشان كده هم حاولوا يبتعدوا تماما عن كل هذه المفاهيم التي هي صناعة غربية أو صنعت من خلال الغرب، وقدموا لنا مفهوم جديد، قالوا إن الشرق الأوسط هي شمال أفريقيا وغرب أسيا. والجميل بقى إن في جميع تقريبا إن في معظم الوزارات الكبيرة زي وزارة الخارجية المصرية هناك إدارة مختصة بالشرق الأوسط زي ما احنا اتفقنا اللي هي شمال أفريقيا وغرب أسيا. في تقريبا في كل الجامعات الكبيرة وكل الأكاديميات، أكاديمية الصين للعلوم الاجتماعية، وحتى تقريبا من سنتين في 2011 في جامعة بكين، هي الجامعة رقم واحد في الصين، وكنت شاهدة على افتتاح مركز دراسات الشرق الأوسط اللي هم مجازا يعني بيسموه الشرق الأوسط، وابتدى يتفتح في معظم وأكبر الجامعات الصينية
والمراكز البحثية مراكز لدراسات الشرق الأوسط اللي هي شمال أفريقيا وغرب أسيا. وكنت نشر بحث تقريبا من كام شهر، من 9 شهور، في اللي هو إيرانيان ريفيو أوف فورين أفيرز، مجلة الشؤون الخارجية الإيرانية. عملت مسح شامل بجميع دراسات الشرق الأوسط داخل الجامعات الصينية. المفارقة التي توقفت عندها، دراسات الشرق الأوسط داخل الجامعات الصينية اتطورت دلوقتي، بقى عندنا أكتر من 1200 كتيب ومنشور وكتاب ومجلة فقط فوكس مختصة أو كونسيرنت بمنطقة الشرق الأوسط. أكتر من 1200، ده مش كده وبس. الشرق الأوسط كان في البداية من 49 لغاية 76 كانت هي مرحلة البدايات في دراسة الشرق الأوسط. كانوا بيهتموا بالبدايات اللي هو العلاقات البسيطة، العلاقات الاقتصادية والحاجات اللي هي البسيطة، يعني ايه والدين والعلاقات ما بين الدين والمسلمين بيعملوا ايه واحنا بنعمل ايه. في فترة من 78 لغاية سنة 2000 دي كانت مرحلة النمو، نمو الدراسات الخاصة بالشرق الأوسط لدى الأكاديميين الصينيين. الفترة دي ابتدى بقى يبقى فيه تنوع في الفكري والأيديولوجي والأيديولوجية، ابتدوا يهتموا بقضايا الأمن والاقتصاد والطاقة، وظهر مفهوم الإسلام السياسي اللي ما كناش نسمع عنه قبل كده. من 2000 لغاية تقريبا لغاية اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي هي مرحلة الإزدهار والإنتعاش دراسات الشرق الأوسط داخل الجامعات ومراكز الفكر الصينية. ازدهرت بمعنى ان اضحى هناك تنوع كبير فكري وايديولوجي في كيفية تناولهم لمنطقة الشرق الأوسط، لدرجة ان هم عملوا حتى الشرق الأوسط قسموه دراسة مناطق اللي هو أرياز، مناطق هندرس اسرائيل، بقى عندنا باحثين اسرائيليين كونسيرند مختصين بدراسة اسرائيل، وانا تقريبا عارفهم كلهم واحد واحد، عاملين باحثين لدراسة المنطقة الإيرانية والنفوذ الإيراني، هناك باحثين مختصين بدراسة العالم العربي. مش كده بس، ده فيه هناك باحثين فقط كل مهمتهم ان هم يدرسوا الإسلام السياسي. ويمكن اهم واحد انا قابلته لما كنت في بكين الدكتور دينغ لونغ، وكان على طول بيطلع معي في قناة CCTV الصينية، وكانت كتاباته متفتحة وعميقة جدا على الإسلام السياسي. وابتدوا دلوقتي يدرسوا أسباب صعود وهبوط الإسلام السياسي، وهي من القضايا المهمة جدا في علاقة الصين بمنطقة الشرق الأوسط اللي زي ما احنا اتفقنا بيقولوا عليها منطقة شمال أفريقيا وغرب أسيا. لما نيجي برضو عودة لحديثنا مرة أخرى، مظاهر انفتاح الصين على المجتمع الدولي، اتاحت الفرصة زي ما قلت المجموعات القيادية الصغيرة داخل وزارة الخارجية وتنوع التحليلات المختلفة داخل وزارة الخارجية الصينية. ده حتى كمان الجميل إن الصين الوزارات المختلفة أضحت بتستعين بمتخصصين من خارج الحكومة. يعني إيه من خارج الحكومة؟ يعني هناك مثلا هناك قضايا فنية قد لا يكون هناك خبراء بها، زي قضايا الدفاع الصاروخي، قضايا نزع السلاح، قضايا البيئة، قضايا الطاقة المتجددة والحاجات دي كلها، وتحلية مياه البحر والاستمطار الصناعي والحاجات دي كلها اللي انا كنت يعني انا كنت اتشوك، يعني اتصدمت لما عرفت ان في هناك اوجه مختلفه كبيره جدا من العلم بتهتم بها الصين. والصين ابتدت تستعين بمتخصصين مش زينا هنا، لو ما عندناش متخصصين الكل بيفتي عندنا، لكن الحقيقه هم ما بيفتوش، والوزاره حتى لو وزاره حكوميه لا تخجل انها تستعين بمتخصصين من خارج الوزاره علشان يفهموها هو ايه اللي بيحصل ده. وده نقطة برضو يعني لابد ان احنا نتعلم منها. واضح عندنا عدد كبير جدا ايضا من المحللين والدارسين، يعني ممكن من الممكن ان تكون مجرد باحث صغير لدرجة الماجستير او الدكتوراه في الصين وتشارك في صناعة القرار وتكتب تقارير وتوصلها لصنع القرار. والحقيقة ان صنع القرار الصيني يأخذ بكل هذه التقارير وبيلفتوا نظر صنع القرار إزاء بعض القضايا التي قد لا يعلم عنها شيء، خاصة ان بقى عندنا جيل كبير جدا من الباحثين الصينيين الذين سافروا حول العالم. برضو في وزارة الخارجية الصينية عملوا حاجة حلوة قوي، برضو ابتدوا يسفروا الدبلوماسيين لدول كتيرة جدا في العالم علشان يكتسبوا لغات مختلفة لغة او اكثر، وفي
وزارة الخارجية الصينية ابتدوا يستعينوا بعدد كبير جدا من الدبلوماسيين اللي هم اتعلموا في جامعات أوروبا وأمريكا علشان يكونوا أكثر تفتحا وأكثر تطورا ذهنيا ويكونوا على محك مع أهم التفاعلات الدولية. وحتى دلوقتي في حاجه اسمها المائده المستديره داخل معظم الوزارات، في حتى داخل الحزب الشيوعي الحاكم في الصين وداخل المؤسسات الاعلاميه الكبرى اطحى هناك ما يعرف بالمائده المستديره، ان هم يعني يجلسوا او ان هم بيقعدوا مع بعض ويناقشوا القرارات المهمه اللي هي بتؤثر في علاقات الصين بالعالم الخارجي. وبرضو موضوع الانفتاح على الإعلام، يمكن أنا اديت محاضرة قبل كده كبيرة قوي على انفتاح الصين على المجتمع الدولي من خلال الإعلام، والصين أدركت إن هي لابد أن تطرح وجهة نظرها للعالم الخارجي. فحتى تقريبا جوه معظم الوزارات الموجودة جوه في الصين أضحى هناك إدارة إعلامية مختصة بإن هي توصل وجهة نظر الصين تجاه القضايا المختلفة للعالم الخارجي. والصين في تقريبا من يعني من 20 سنة ابتدت تعمل حاجة اسمها الأوراق البيضاء. الأوراق البيضاء دي كانت ردا على أمريكا في الفترة دي، إن أمريكا كل شوية تقول ملف الصين في حقوق الإنسان، الصين ما عرفش بتعمل إيه. فالصين عملت فكرة جميلة جدا، قالت إحنا هنستغل الإعلام في إن هو يروج لنا حاجة اسمها الأوراق البيضاء، إن هي تطرح وجهة نظر الصين تجاه العديد من القضايا الخاصة بحقوق الإنسان وقضايا تايوان، وتبين للعالم كله إن الغرب هو اللي بيتدخل في شؤونها وإن هي كل حاجة عندها زي الفل. وهو ده فكرة الأوراق البيضاء نشأت كنتيجة لإن الصين تريد أن تعرف نفسها أمام العالم بشكل نقي وبشكل محترم جدا، وإن هي بتدافع عن قضاياها الداخلية المختلفة وبتطلب من العالم بتقول لهم لا تتدخلوا في الشؤون الداخلية الخاصة بي. برضو بكين استخدمت الانترنت كأحد أهم وسائل الاتصال بالعالم الخارجي، وأهم موقعين تقريبا اللي هم في موقع خاص بمجلس الدولة اللي هو عندكم ده، وموقع خاص بالشؤون الخارجية. الصين بتضع كل ما يهمها وكل ما يهمها إن العالم الخارجي يعرفوا وضعته من خلال هذا الموقع. أيضا في سنة 99 افتتحت وزارة الخارجية مركز إعلامي جديد. المركز الإعلامي ده تكون مهمته إن هو يطرح قضايا الصين على العالم الخارجي، وإن هم بيعطوا الصحف أهم التقارير التي يتم مناقشتها داخل وزارة الخارجية الصينية. و حدث نقلة نوعية كبيرة، ابتدى الرؤساء وابتدى المسؤولين الصينيين يغيروا من سياساتهم وفكرهم ان هم عن طريق الزيارات المتكررة للعالم الخارجي. بمعنى ان كان ايام ماو تسي تونج ودينج شاو بينج لم يكن هناك زيارات كثيرة للمسؤولين من داخل الحزب الشيوعي الحاكم للصين. تقريبا ماو تسي تونج لم يخرج خارج الصين سوى مرتين، اللي هم المرتين اللي زار فيهم الاتحاد السوفيتي، ودينج شاو بينج نفس الحكاية. لكن بقى بداية من فترة جيانج زيمين أو جيانج تسامين والرؤساء الموجودين هو جين تاو وشي جين بينغ أضحى هناك زيارات متعددة وكثيرة جدا للعالم الخارجي. والزيارات المتكررة دي وإن دلت فإنها تدل على انفتاح الصين على العالم الخارجي. ومش كده بس، ده الصين أضحت بتدعو مسؤولي الدول المختلفة ومسؤولي الحكومات المختلفة إن هم يأتوا إلى الصين ويأتوا كي يزوروا القلاع الصناعية الكبيرة في الصين حتى يكونوا شاهدين على عمق التنمية الاقتصادية الحقيقية في الصين. والصين أضحت تؤمن بمبدأ اسمه مبدأ تعدد الأقطاب داخل السياسة الخارجية الصينية، مبدأ تعدد الأقطاب، وإن هي قالت نحن مع تعدد الأقطاب ونحن ضد أن يهيمن طرف واحد أو قطب واحد على المجتمع الدولي. وأنا شايفة إن دي نقلة نوعية كبيرة جدا. فترة 11 سبتمبر 2001 دي كانت منطقة فارقة في تاريخ الصين. ده كمان من ضمن الحاجات اللي أنا قريتها زمان، إن مش فقط على الناحية السياسية وإن ابتدى الغرب يتدخل فعلا في شؤوننا بشكل كبير جدا، لا ده حتى من الناحية الاقتصادية. أكاد أتذكر إن حتى الوليد بن طلال كان عنده استثمارات في أمريكا وفي دول أوروبية كتير. بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 ابتدت الاستثمارات العربية اللي موجودة في أمريكا وأوروبا تتدهور، عدد كبير من المستثمرين
المستثمرين العرب والخليجيين سحبوا أموالهم وراحوا يستثمروا فيها جوه الصين، حتى على ما أتذكر إن الوليد بن طلال ليه أسهم في بنك أوف تشاينا، بنك الصين، وفي بنوك في هونج كونج وما إلى ذلك. وبرضو فترة 11 سبتمبر 2001 كانت فترة مهمة جدا فيما يعرف بالمؤلفات الاستراتيجية الكبرى، بمعنى أهم الكتابات التي كتبت عن الصين كانت في هذه الفترة اللي هي بعد 2001. وفي مقالة حلوة قوي كتبها أحد خبراء السياسة الخارجية الصينية، ابتدأ يفرق ما بين القوة المهيمنة والسلوك المهيمن. القوة المهيمنة بمعنى أن يعني أن الصين مع أن يعني مع أن هي تمتلك جميع عناصر القوة الشاملة الاقتصادية والسياسية والعسكرية وما إلى ذلك، ولكن الصين لا تنتهك السلوك المهيمن. السلوك المهيمن اللي هو جاي ممارسة السيطرة والهيمنة على الشؤون الداخلية للدول الأخرى. فعلشان كده الصين مع القوى المهيمنة وليست مع السلوك المهيمن، في حين أن واشنطن والغرب مع ما يعرف به السلوك المهيمن. وهو ده كان من أهم المقالات الحقيقة اللي كانت الأحداث الضجة لدى الأكاديميين الصينيين، ولفت أنظار العالم ناحية المفاهيم المختلفة اللي الصين بتحاول أن هي تروج ليها. جينا بعد كده أن الصين ان اطحى عندنا طيار فكري جديد داخل وزارة الخارجية الصينية، وجوه الحزب الشيوعي الحاكم ابتدوا يتكلموا المشاركة في المسؤوليات العالمية. فمن هنا الصين ابتدت تشارك في المنظمات الاقليمية والدولية المختلفة، منظمة الاسيان، منظمة البريكس، ومنظمة التجارة العالمية، ومنظمات اخرى كتير جدا. أطراف عملية صناعة القرار في الصين، أول حاجة الرئيس له دور كبير جدا في صناعة القرار في الصين. الرئيس بيجمع ما بين ثلاث، يعني هو الرئيس لثلاثة، هو رئيس الحزب الشيوعي الحاكم، رئيس الجمهورية، رئيس اللجنة العسكرية داخل الحزب الشيوعي الحاكم. وهو جينتاو اللي هو الرئيس الأسبق، هو جينتاو قام بتعديل المادة 81 من الدستور الصيني، غير في قال بدل مكان رئيس الحكومة الصينية يقوم باستضافة الضيوف، غير المادة دي وقال ان الرئيس الصيني يقوم بإدارة شؤون البلاد. غيرها تقريبا غيرها في بداية فترة حكمه في 2004 بالظبط، وغير الفقرة دي في 2004. هو جينتاو قال ان رئيس الجمهورية يدير شؤون البلاد، بمعنى ان هو عنده قدر كبير من الصلاحية، وطبعا هناك رقابة حتى على رئيس الدولة من داخل اطراف اخرى. فأنا مش هتكلم كتير على دور الرئيس. تاني حاجة دور الوزارات المختلفة، يمكن أهم وزارة ظهرت لنا في الفترة الأخيرة هي وزارة الأمن. وزارة الأمن ظهر دورها بعد استضافة بكين لدورة الألعاب الأولمبية في عام 2008. فدور الوزارة دي بقى كبير جدا لحفظ الأمن والضبط والربط، خاصة اللي هو لحماية الفرق المشاركة ولمنع القيام بأي عمليات إرهابية أو ما إلى خلافه. هناك القوة المستجدة، يعني القوة الجديدة في عملية صناعة القرار في الصين، يمكن أول حاجة هي القوة هناك مجموعات صغيرة، هناك المجموعات الصغيرة لإدارة الشؤون الخارجية، هناك المجموعات الصغيرة لإدارة الأزمات، هناك المجموعات القيادية الصغيرة لإدارة الشؤون الخارجية ولإدارة الأمن القومي، والمجموعات القيادية الصغيرة لإدارة الأزمات المفاجئة، والمجموعات القيادية الصغيرة لإدارة المال والاقتصاد وملف كوريا الشمالية وملف تايوان وما إلى ذلك. مهمة المجموعات القيادية الصغيرة ان هي بتضم متخصصين داخل الدائرة الحكومية اللي هي داخل وزارة الخارجية الصينية وداخل الدائرة الحكومية، علشان تقدر ان هي تسير عملية صناعة القرار. النقطة الجديدة استراتيجية الصين تجاه العالم العربي، احنا كلنا عارفين الكلام ده مش محتاج يتعاد، ولكن لازم نعيده من اجل زيادة التأكيد. اول حاجة الصين بتؤكد على ضرورة تعظيم الانتاج الاقتصادي، شايفة ان الناحية الاقتصادية هي الناحية رقم واحد التي يجب ان تكون مسيطرة على فكر المجتمع الصيني من اجل تحقيق تنمية ونهضة شاملة للصين. تاني حاجة الصين اعلنت مرارا رفضها للحلول العسكرية، واللي انا كمان عايز اقوله لو
جينا نطبق ده على حصل دلوقتي، ان لما جم يحاولوا يستصدروا قرار من مجلس الامن اول حاجه علشان توجيه ضرب عسكريه لليبيا وتوجيه ضرب عسكريه لسوريا، الصين كانت رافضه تماما، قالت لان مبدا من مبادئ السياسه الخارجيه بتاعتي رافضه تماما لاي حلول عسكريه ورافضه للتدخل العسكري في شؤون الدول الاخرى. فعلشان كده مواقف الصين واضحه تماما ازاء المجتمع الدولي. الصين بتؤكد في وثائقها الرسميه مفاهيم الحل السلبي السلمي والسلام العالمي والاستقرار الذاتي، وان هي ضد المصطلحات الغربية اللي هي زي الهيمنة والتسلط والاستعمار الجديد والامبريالية والامركة والعولمة والحاجات دي كلها. الصين ضد استخدام هذه المفاهيم، والصين بتدعو المجتمع الدولي الى بذل تحديات الى ان تكون هناك جهود دوليه مشتركه لمواجهه تحديات العولمه، تحديات العولمه اللي هي ظهرت لنا برضو قضايا حزمه من القضايا الجديده، قضايا البيئه والتنميه والتصحر والاحتباس الحراري وما الى ذلك. والصين ما زالت تصنف او بتعرف نفسها بانها دوله ناميه كبيره، وكمان ان كل اللي راحوا الصين تقريبا في اول سؤال لما بتقابل حد من خبراء الصينيين بتقولوه دايما احنا بنقول ده الصين دولة متقدمة والصين دولة كبيرة، الا ان هناك اصرار شديد جدا من جانب جميع الخبراء وجميع المسؤولين عن صناعة القرار داخل المجتمع الصيني، بيقولوا نحن لسنا دولة كبيرة او متقدمة، نحن دولة نامية كبيرة. فالصين تصنف على انها اكبر بلد نامي في العالم، والصين مش شايفة نفسها غير بلد نامي وليها وجهة نظر تحترم في كده. تقول نحن في مرحلة النمو والازدهار، واحنا ضد ان احنا نكون قوه عظمى وتسيطر او تهيمن على العالم. اثر طريق الحرير الذي طرحت الصين بنائي، يمكن الفتره الاخيره تصاعد الحديث عن طريق الحرير القديم، والطريق ده كان طريق قديم جدا، كان من حوالي من 2000 سنه، كان عباره عن شبكه من الطرق الفرعيه وشبكه طرق رئيسيه، كان بيربط الصين بالعالم العربي عن طريق المحيط الهندي، وكان الطريق ده كان بيربط حركه التجاره الرائجه ما بين الصين وما بين العالم العربي، وعن طريق الطريق ده وصل يعني كان هناك تزايد لحجم التجارة ما بين الجانبين الصيني والجانب العربي، حتى الإسلام انتشر في إقليم شينغيانغ يقال يعني عن طريق هؤلاء التجار العرب الذين كانوا يأتون ويحطون عن طريق الحرير. وأهم مبادرتين في المنتدى ده إنشاء حزام طريق الحرير الاقتصادي وطريق الحرير البحري، يعني الفكرة اللي احنا نعمل الطريق ده ونعيد حجم ونعيد تزويد وتمتين العلاقات ما بين الصين والعالم العربي مرة أخرى. وهو ده يمكن ده شكل طريق الحرير ده القديم، ده أهم يعني دي رسمة تقريبا تم تخيلها لطريق الحرير. ويمكن كان أهمية مؤتمر التعاون العربي الصيني اللي كان في شهر يونيو الماضي، واللي من خلاله كان قابله الحقيقة الرئيس الصيني الحالي شي جين بينغ، أعرب عن رغبته في إعادة إحياء طريق الحرير القديم ما بين الصين والعالم العربي. وهو طريق الحرير القديم بيربط ما بين 65 دولة حتى هذه اللحظة لغاية وأنا بتكلم، وحتى هو تقريبا شي جين بينغ قال الكلام ده للرئيس السيسي هو بيقابله، قال إن طريق الحرير الموافقة عليه جت من 50 دولة من أصل 65 دولة، وطبعا العدد كبير جدا اللي هي قصده اللي هو الدول التي يمر من خلالها طريق الحرير، خد موافقة 50 دولة من 65 دولة لإنشاء أو إعادة إحياء طريق الحرير القديم. وحتى لما جه وزير الخارجية الصيني يانغ يي في منتدى التعاون العربي الصيني في شهر يونيو الماضي برضو أعلن عن ضرورة إحياء طريق الحرير القديم. نيجي بقى لأهمية زيارة الرئيس السيسي، وتقريبا هو معظم الناس جاية عشان الحتة دي. ليه الرئيس السيسي زار الصين في الفترة الحالية؟ أول حاجة زي ما احنا قلنا اتكلمنا على سياسة التوجه شرقا، والكلام اللي أنا قلته أطراف عملية صناعة القرار وانفتاح الصين على المجتمع الدولي
وتطور العلاقات ما بين الصين ومصر انا اعتبرها ان هي مقدمة لابد منها علشان نشوف هو كان بيحصل ايه زمان في العلاقات ما بين الصين ومصر والعالم العربي وايه اللي بيحصل دلوقتي، وبعد كده اقدم لكم بعض المقترحات المستقبلية لتطوير العلاقات بين الجانبين الصيني والعربي. اول حاجة يمكن قبل الزيارة اتقال كلام كتير جدا عن ان مصر بتسعى ان هي تأخذ مقعد غير دائم في مجلس الامن من 2016 ل 2017، وباعتبار ان الصين عضو دائم في مجلس الامن لذلك تسعى مصر ان هي تأخذ مقعد دائم في مجلس الامن. ويمكن انا شايفة ان ده كان من احد الاسباب السياسية، لان الزيارة احنا لابد ان نقوم بتقسيم الزيارة الى هدفين، الهدف السياسي والهدف الاقتصادي. الهدف الاقتصادي احنا كلنا عارفينه، قتل بحثا باللغة البحثية او الاكاديمية اللي هي اللي انا جاي منها، كلنا عارفين ان احنا مذكرات تعاون وبروتوكولات تعاون وتفاهم. يمكن الناحية السياسية محدش يعرف عنها حاجة ان مصر ايضا بترغب في 2016 2017 ان هي تأخذ مقعد دائم في مقعد غير دائم. خلوا بالكم مقعد غير دائم وليس مقعد دائم، لان المقعد الدائم للدول الخمسة الكبرى اللي احنا عارفينهم اللي هم امريكا روسيا الصين فرنسا المانيا، دول الدول الخمسة العضوية الدائمة. لكن من حق الدول دي ترشح دول صغيرة زي مصر ويكون الدول دي ليها اهمية معينة علشان تاخد مقاعد غير دائمة. فكان برضو صانع القرار المصري وهو طالع من هنا رايح على بكين بيفكر ازاي او كيف يحصل على دعم الصين ان هو ياخد مقعد غير دائم. تاني حاجة، الصين من الدول القلائل التي لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، فعلشان كده برضو تأتي اهمية الزيارة ان 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 مصر في القرن الجديد محتاجة لدول لا تتدخل في الشؤون الداخلية ليها، خاصة مع حدوث تغيرات سياسية كبيرة في مصر. انا مش هعيد على التغيرات الجديدة وتضارب وجهات النظر، فالصين دولة محترمة جدا قالت انا ماليش علاقة باللي بيحصل، وحتى كتابات الاكاديميين الصينيين الحقيقة وكتابات كبار الكتاب قالت نحن نتمنى لمصر ان هي تكون دولة مستقرة في الفترة الحالية، ومحاولوش ان هم يدلوا بدلوهم او يحللوا الاحداث من يعني ايه من وجهة نظر اللي هو ايه تدخلية زي ما الكتاب الغرب بيعملوا في فيما يتعلق في التدخل في شؤون. أهمية الزيارة من الناحية الاقتصادية خاصة بعد التقرير الأخير، الصندوق النقد الدولي أصدر تقرير أخير بيؤكد تفوق الاقتصاد الصيني على الاقتصاد الأمريكي، فالصين بتعتبر أن مصر والعالم العربي أكبر منطقة تصدير المنتجات ومنطقة للمواد الخام اللي هي بتحتاجها الصين في صناعتها، فعلشان كده الصين محتاجة تعمل علاقات معنا. أهمية المحاور السياسية الأخرى للزيارة زي القضية السورية، الحقيقة الصين طرحت مبادرات قالت إن لابد إن هي هترعى تفاهم ما بين الحكومة والمعارضة في سوريا وقضية الصراع العربي الإسرائيلي. أيضا من مصلحة الصين وجود علاقات قوية لها مع مصر كواحدة من أكبر الدول في المنطقة، ومصر بتسعى لتنويع علاقاتها الخارجية بعد ما كانت فقط مركزة على الجانب الأمريكي والغربي، دلوقتي بقى لابد أن يحدث هناك تنوع وتوازن في العلاقات ما بين مصر والعالم الخارجي. عشان كده أهم زيارتين تقريبا قام بيهم رئيس السيسي في الفترة الحالية هما زيارته للجانب الروسي وزيارته للجانب الصيني، وتطوير التعاون العربي الصيني خاصة في مجال الأمن. وبيؤكدوا برضو من ضمن أهداف الزيارة، احنا بنتكلم على مصر جزء من أفريقيا ومصر بالطبع عضوة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي، فبيؤكدوا على دعم التعاون والتواصل بين الثلاثي مصر والصين وأفريقيا بما يحقق التنمية المتبادلة. والصين الحقيقة في منتدى التعاون الصيني الأفريقي الأخير أعربت عن إن هي ستقوم بدعم الدول الأفريقية بحصة مساعدات كبيرة، علشان كده كان احد اهداف الرئيس السيسي والوفد المرافق ليه ان هم ده المفهوم اللي تم بالفعل استخدام اقتناص او ان هم ياخدوا اكبر حصة من الاموال الصينية المخصصة لتنمية ودعم القارة الافريقية عن طريق عمل مشاريع استثمارية كبيرة، مذكرات تعاون، مذكرات تفاهم كتيرة مع الجانب الصيني. وعلى الجانب الاقتصادي مفهوم الشراكة الاستراتيجية الشاملة، وانا هشرح لكم حالا.
تغطية الصحافة المحلية والصينية لزيارة الرئيس الصيني لزيارة الرئيس السيسي. يمكن أول مقولة قالها الرئيس السيسي وتم تغطيتها في الصحافة الصينية شيشي. قال أدعوكم للعمل معنا. المقولة دي تم إبرازها وقال إن هو بيتطلع إن الشعب الصيني يضع يده في يد الشعب الصيني، والمقولة دي تم إبرازها في داخل وسائل الإعلام الصينية، وسائل الإعلام الرسمية اللي هي وكالة أنباء شينخوا، صحيفة الشعب المتحدث الرسمي باسم الحزب الشيوعي الحاكم، وصحف عديدة جداً تناولت مقولة السيسي أدعوكم للعمل معنا، وإن هو شايف إن الشعب الصيني بيتمتع بالمهارة والشطارة والسرعة في الأداء، لذلك لابد إن مصر تحاول أو المصريين يتعلموا من الشعب الصيني. الحاجة الثانية برضو إن الرئيس السيسي أعرب عن إعجابه بالتجربة الصينية، وقال إن هو رايح علشان ينقل هذه التجربة إلى مصر، وقال إن هو محتاج إن الصينيين يضعوا أيديهم في أيدي الشعب الصيني. وده يمكن ده جانب من جلسة النقاشات التي شارك فيها بها الرئيس السيسي، وكان بيتكلم بحماسة. ويمكن أفتكر في أما كان في اجتماع المجلس العربي مجلس الأعمال الصيني المصري لما تم الإعلان عنه في بكين في الزيارة الأخيرة منذ عدة أيام، فالرئيس السيسي قال تقريبا في الجلسة دي قال سأتحدث معكم بدون ورق وبدون رسميات، يعني أنا هكلمكم كده لا بورق ولا برسميات، علشان كده الرسالة أنا عايزها تكون من القلب، من القلب إلى القلب. فقال ان احنا محتاجين نتعلم منكم الشطارة والسرعة في الاداء، محتاجين نتعلم منكم الفكر، محتاجين نتعلم منكم الحركة، محتاجين نتعلم ازاي نطور نفسينا. ازاي نطور نفسينا وازاي ننقل تجربتكم. الحاجة التانية ان تغطية الصحافة الصينية لمقولة المبعوث الصيني السابق او الاسبق، لانه كان قبل الموجود دلوقتي، واسي كي. واسي كي هو المبعوث الصيني الاسبق لمنطقة الشرق الاوسط. قال مقولة حلوة قوي وضاف عليها حاجة انا هقول لكم مغزاها ايه. قال ان احنا بنتطلع لتحقيق الاستقرار في مصر، وضاف عليها قال والصين لم تمول صد النهضة. ده الكلام بالظبط اللي قاله واسي كي، قال الصين لم تمول صد النهضة. وهذا وإن دل فإنه يدل على أن الصين تبحث عن نطاق أو نقاط الاتفاق أو نطاق التبادلات التعاونية والودية، بعيدا عن أي خلافات سياسية أخرى قد تظهر ما بين الجانبين. والصين كمان أعربت عن ان هي ممكن ان هي تدعم مصر في موضوع سد النهضة، لان اثيوبيا زي ما احنا كلنا عارفين هي الشريك التجاري الاول للصين، علشان كده الصين قالت ان هي ممكن من الممكن ان ترعى مجموعة من التفاهمات والعلاقات الودية، وان هي تقود جلسات المصالحة والوساطة ما بين الجانبين المصري والاثيوبي فيما يتعلق بسد النهضة. وانا شايفة ان دي خطوة صينية مشكورة. الحاجة الثالثة، تغطية الصحافة أبرزت كلمة تشين قانغ، هو المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية. قال نحن نتطلع لعمل علاقات شاملة جدا مع مصر. ويمكن أنا تقريبا من ضمن الحاجات اللي هي اللي أنا تبعتها كان لما وجهت له مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في بكين، قالت له كيف تنظر للعلاقات مع الجانب المصري في الفترة القادمة. قال نحن نتطلع لعمل شراكة شاملة مع مصر في كافة المجالات، ونحن نتطلع لمساعدة مصر في عملية التنمية والأخذ بيد مصر في الفترة الحالية. ومصر وقال إن مصر بالفعل تعود للاستقرار خطوة خطوة، وأعرب عن تقديره لصنع القرار المصري إزاء الخطوات التي يقوم بها من أجل دعم ونهضة المجتمع المصري في الفترة الحالية. أهم الملفات الاقتصادية اللي تقريبا نقشت أنا هقولها في شكل سريع جدا، هناك عدد كبير جدا من الملفات الاقتصادية خاصة فيما يتعلق بالشراكة حول المشروعات الاستثمارية المشتركة.
وركزت على عمق العلاقات الاقتصادية ورفع الاستثمارات. بالمناسبة يعني أنا هعيد النقاط دي تاني مرة تانية بشكل أكثر عمقا، واتقال إن هم هيعملوا مشروعات جديدة زي تنمية المنطقة في شمال غرب خليج السويس. شركة تيدا العالمية الصينية عاملة مشروع هناك بعمق 6 كيلومتر، والمشروع ده بيخدم تقريبا مشغل آلاف من العمالة الصينية والإسرائيلية الصينية والمصرية. والمشروع ده بيحقق مليارات دخل سنوي لكل من الجانبين المصري والصيني. ويمكن احنا كنا من كام شهر كده كان المركز الثقافي الصيني نظم رحلة لدارسي اللغة الصينية وانا كنت منهم لمشروع الفايبر جلاس في منطقة العين السخنة، ومشروع كبير جدا يعني تقريبا هو المشروع رقم واحد، المصنع رقم واحد على مستوى منطقة الشرق الاوسط كله، مدخل لمصر وللصين الحقيقة استثمارات كبيرة جدا. والصين بتهتم بالملفات الاقتصادية اللي هي اللي بتعمل على تنمية العلاقات الاقتصادية ما بين الجانبين على اللونج ران اللي هو على المستوى الطويل. وبرضو في حاجة برضو لفتت نظري وانا بحلل الزيارات السابقة الى الصين لرجال الاعمال وكده، الفكرة ان كل رجال الاعمال اللي هم بيروحوا كل فكرتهم ان هم يستوردون جزمة وشنطة وميدالية والحاجات دي اسمها كلها سلع ترفيهية. السلع الترفيهية لن تخدم لن تؤدي الى زيادة الدخل القومي ومش هتخدم الناتج القومي المصري، لكن الحاجات اللي هتخدمنا هي المشروعات الكبيرة زي ان احنا ننشئ شركات كبيرة جدا، ننشئ مصانع تؤتي ثمارها على المدى الطويل. لكن العقلية الاستثمارية اللي عند رجال الاعمال بتوعنا ان هم ازاي يكسبوا في الفترة دي بشكل كبير جدا بغض النظر عن اي توجهات قومية او وطنية. علشان كده انا مش بشكك في وطنية حد، لكن لو رجال الاعمال دول بيحبوا بلدهم بجد كانوا يفكروا ان هم يعملوا مشاريع قومية حقيقية تخدم الاقتصاد الوطني المصري. لكن كل اللي بيروحوا جزمة وشنطة، ده حتى الزيارة السابقة للرئيس الأسبق محمد مرسي يمكن ما كنتش عايز أتكلم عليها ولا حاجة، بس هي ده وقتها كان رايح مع 80 واحد. التمانين واحد دول برضو كان دماغهم ان هم يعملوا علاقات شراكة مع رجال الاعمال الصينيين من تحت الترابيزة، وان هم يزودوا دخلهم الخاص بعيدا عن اي توجهات قومية او وطنية، او ان هم يخدموا الصالح القومي او الصالح الوطني في البلاد. برضو إن أحد أهداف الزيارة أو أحد الملفات الاقتصادية التي نوقشت إن هم عايزين يوسعوا المنطقة الاقتصادية في منطقة شمال غرب السويس. ومن دلوقتي حجم التبادل التجاري ما بين مصر والصين 11 مليار دولار، من المتوقع في 2015 إن هم يزودوا حجم التبادل إلى 15 مليار دولار. بعض الحقائق، انتوا عارفين ان في الصين 1197 شركة استثمارية او استثمارات صينية متنوعة 1197، في حين بقى ان اخر معلومة قريتها من 3 سنين ان المشروعات المصرية اللي هي موجودة في الصين حوالي 40 مشروع فقط. فتخيلوا 1197 ل 40 مشروع استثماري مصري في الصين، طبعا العدد قليل جدا وما عندناش رجال اعمال بالقوة والكفاءة ومع الذرة اللي انا بقول الكلام ده، ولكن اعتقد ان احنا في محفل اكاديمي وعلمي الكلام ده لازم يتقال، ما عندناش رجال اعمال بيفكروا ان هم ينهضوا ويعملوا علاقات ويروحوا للصين ويشوفوا ايه هي الاستثمارات المتاحه ويروحوا يستثمروا هناك. بدل يعني انا كل الناس اللي انا تقريبا بقابلها دايما يقولوا لي ازاي نجيب الصين هنا، طب ما تروحوا انتوا كمان للصين. فبرضو دي نقطة المفروض نضعها في ذهننا ونحن بنتكلم على ملف العلاقات ما بين الصين ومصر ومنطقة الشرق الأوسط. مصر دولة جاذبة للاستثمار، ويمكن الرئيس السيسي الحقيقة قال في الفترة الأخيرة قال ان هو هيعمل مشروعات استثمارية، هيعمل مشروعات ان هو هيعمل على زيادة عدد القوانين والتسهيلات الاستثمارية للجانب الصيني. ده حتى جوه مجلس الوزراء وجوه وزارة الاستثمار اطحت عمل وحدة جديدة مختصة بإدارة الشؤون الصينية وإدارة الملفات الاقتصادية مع الجانب الصيني، وهذا وان دل فانه يدل على أهمية الصين لمصر.
مكافحة الإرهاب بقى كملف محوري للعلاقات بين بكين والقاهرة. والملف ده أنا بشكل شخصي عشان هو جزء في تخصصي السياسة أنا بحب أتكلم فيه. الصين بتعاني من عمليات إرهابية كتيرة جدا على أراضيها، ومصر أيضا دم بتعاني من عمليات إرهابية كبيرة على أراضيها. فكان بداية أول واحد فتح ملف التعاون في مجال مكافحة الإرهاب ما بين الجانب الصيني والعربي والمصري هو سيادة وزير الخارجية الصيني السيد يانغ ييه في يونيو 2014، السنة دي لسه من 4-5 شهور، من قريب لما كان في المنتدى وقال إن الصين بتعاني من العمليات الإرهابية ونحن أيضا نعاني من مثل هذه العمليات الإرهابية على أراضينا، وطلب من العرب ان هم يساعدوه. ده كمان في زياره محدش يعرف عنها حاجه، وانا عمال اتكلم وناس مش فاهمه هو ايه الزياره دي. هي الزياره اللي قام بيها المسؤول الامني داخل الحزب الشيوعي الحاكم السيد مانغ جيانزو. السيد مانغ جيانزو هو المسؤول الامني داخل الحزب الشيوعي الحاكم، وقابل وزير الداخلية المصري السيد سيادة اللواء محمد إبراهيم، وقابل قيادات من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة ووزارة الدفاع، وقال بالحرف أن الصين مستعدة أن هي تقوم بتقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي للجانب المصري في مجال مكافحة الإرهاب. وكمان الصين قبل كده أعلنت أن هي ممكن تساعد مصر، او ان هي تقريبا على استعداد تام ان هي تساعد مصر في مجال مكافحة الارهاب عن طريق ان هي هتصدر لنا وسائل مختلفة لمراقبة الفيسبوك والتويتر، اللي هو بالطريقة اللي تخدم، احنا مش هناخدها بطريقة نيجاتيف بالطريقة السلبية، بالطريقة اللي هي تخدم ملف مصر في مجال مكافحة الارهاب. فعشان كده انا بعتبر ان زيارة السيد مانغ جيانزو وهو المسؤول الامني داخل الحزب الشيوعي الحاكم، بعتبر زيارته مصر ولقاء وزير الداخلية المصري وأعلن عن رفض وإدانة وشجب واستنكار الصين لكافة العمليات الإرهابية التي تستهدف أفراد من الجيش والشرطة على أرض مصر. وأنا شايفة أن ده نقلة كبيرة جدا في مجال التعاون ما بين بكين والقاهرة. أهم نتائج زيارة السيسي، وده تقريبا آخر حاجة بقى، السيسي قال استقبلنا في بكين بالشكل الذي يليق بمكانة مصر، والسيسي قال مش هننام إلا لما تكون مصر في مكانها الطبيعي. والحقيقة أن تم عمل الاستقبال كبير جدا. أنا هقول تقريبا أهم نتائج الزيارة في عجالة. أول حاجة، أهم حاجة هو توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة. يعني إيه شراكة استراتيجية شاملة؟ هو رفع مستوى التعاون ما بين القاهرة وبكين إلى أقصى درجة ممكنة، والتنسيق في كافة مجالات التعاون السياسية والاقتصادية والإعلامية والاجتماعية والثقافية، يعني كل أشكال التعاون. والحقيقة كمان النقطة اللي محدش ياخد باله، الصين ما عملتش الشراكة الاستراتيجية غير مع 4 دول بس، ومصر هي الدولة الخامسة. وهذا وإن دل فإنه يدل على أهمية مصر. إيه هم ال4 دول دول؟ اللي هم روسيا، الهند، كوريا الشمالية، البرازيل، ومصر هي الدولة رقم 5 فيما يتعلق بعمل شراكة استراتيجية شاملة مع الجانب الصيني. تاني حاجة، الرئيس السيسي وقع 26 مذكرة تفاهم مع الجانب الصيني فيما يتعلق بمجالات الاستثمار المختلفة، والرئيس السيسي أعلن عن ترحيبه بمبادرة طريق الحرير مع الجانب الصيني، ووقع 6 اتفاقيات في مجال الاقتصاد والطاقة المتجددة. وزيارة السيسي للصين تقريبا، يعني حتى هذه اللحظة، هتدخل لمصر كل سنة 20 مليار جنيه. ان هو كمان قال ان احنا هنزود خطوط الطيران العارض اللي هو شارتر بلغة الطيران ما بين القاهرة وعدد من المدن الصينية زي سيشوان وشنغهاي والدول الاخرى والمدن الاخرى المهمة داخل الصين. قال ان احنا لابد ان احنا نزود رحلات الطيران ما بيننا وما بينهم عشان نزود حركة السياحة ما بيننا وما بينهم. وتقريبا السياحة الصينية كل سنة بيخرج من الصين تقريبا حوالي، يعني على حسب معلوماتي، 20 مليون سائح، بيجي منهم مصر من 120 ل 200 ألف سائح. فمن المتوقع، الرئيس السيسي قال احنا عايزين في خلال السنتين الجايين دول على طول نزود العدد ده الى 500 ألف سائح صيني سنويا يدخلوا الى مصر.
مصر، وان هو شجع السياحه وقال للمستشار السياحي الموجود هناك وقال لسياده وزير السياحه هشام زعزوع اللي هو موجود دلوقتي، هشام زعزوع مش كده، قال له ان انت يعني يقع على عاتقك في الفتره القادمه زياده السياحه. ويمكن انا كنت الاسبوع اللي فات في التلفزيون في نقطة استوقفتني وهم عاملين يتكلموا على السياحة، لكن أنا لما كنت بقى في الصين في حاجة استوقفتني بشكل شخصي تقريبا، في كان في كان في إحدى الإعلاميات الصينيات وهي كانت بتعمل في المجال الإعلامي، فقالت لي معلومة ما كنتش واخدة بالي، بتقولي أنا روحت نفسي أروح مصر أزورها لوحدي، مش على مش في شركة سياحة، يعني يعني إيه مش 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 تروح أي شركة سياحة ويقولوا لها اطلعي مع الفوق ده وبتاع. قالت إن هي راحت لوحديها، رفضوا السفارة المصرية في بكير، قالوا لها لا لو أنت عايزة تدخلي مصر السياحة لازم إن أنت تروحي تبع شركة سياحة وتطلعي تبع فوق صيني رايح القاهرة لزيارة الأماكن السياحية. النقطة دي أنا أثرتها الأسبوع اللي فات لما كانت قناة اسمها صوت الشعب مستضيفاني طبع قطاع الاخبار، قلت مش معقول من غير المتصور ان يبقى ووجهه نظر الجانب المصري ان هم خايفين لحسن اللي يجوا ما يرجعوش، ده وجهه نظر الجانب المصري. وانا بقى بقول للجانب المصري او المسؤولين على صناعه السياحه في مصر والمسؤولين، بقول لهم هل يعقل ان اعلامي صيني او اكاديمي او حد بيشتغل في بنك او في بوزيشن محترم ان هو يجي ويهرب؟ فعيب، يعني ده عيب. احنا بنتكلم على علاقات استراتيجيه شامله، وبنتكلم على المنظومة اللي احنا نحاول نغير العقليات القديمة. علشان كده انا بطلب من صانع القرار المصري، واتمنى ان هم يسمعوني عشان بقول كلام كتير ما بيسمعش، ان هم يراجعوا العقليات القديمة ويسمحوا لاي مواطن صيني يرغب ان هو يزور مصر بتأشيرها السياحية يرغب فيه، طالما ان هو يعني ايه طالما ان كل الشروط بتنطبق عليه، وخاصة لو كان البوزيشن بتاعه كان محترم لا يسمح ان هو يجي ويهرب. و التفكير الغريب بتاعنا ده أصلا سوري في كلمة، لو هرب هيهرب هيعمل ايه يعني؟ فبس يعني دي النقطة اللي انا كنت حابة اوصلها لصانع القرار في مصر. وبرضو ان زيارة الرئيس التقى بعدد من رجال الاعمال، وفي خلال الزيارة اعلنوا عن تشكيل مجلس الاعمال المصري الصيني، والرئيس زي ما انا قلت في المجلس ده قال ساتحدث معكم بلا ورق بدون ورق وبدون رسميات حتى يكون الحديث من القلب للقلب. الرئيس السيسي التقى بالوفد الاعلامي المرافق ليه لمدة نصف الساعة كاملة، وقال انا يعني هو شايف ان اهميه الاعلام في الفتره الاخيره لابراز الحقائق، واتكلم في الزياره دي اعتقد على دور الشباب واهميه ضخ دماء جديده، ودور الشباب مهم في الفتره الاخيره. والرئيس زار عدد من المراكز الصناعيه والشركات العامله في مجال الطاقه ومجالات البحث والتطوير الاخرى. الرئيس السيسي زيارته حققت نتائج مهمه ومثمره، خاصه فيما يتعلق بالفرص الاستثماريه الواعده في مصر. والكلام اللي انا برضو بسأله بيقولوا لي ازاي تحكمي على ان الزيارة دي ناجحة ولا مش ناجحة؟ ايه الحقيقة؟ ما نقدرش، هو تم توقيع عدد كبير جدا من الاتفاقيات، هما تقريبا هم قالوا 25 بل هما 26 اتفاقية في مجالات الاستثمار والتعاون والطاقة المتجددة وما الى ذلك، لكن هنحكم على الاتفاقيات دي هل هي فعلا سيتم تنفيذها؟ اعتقد بعد سنة من دلوقتي. وانا بطلب كمان يعني كمواطنة او كواحدة من الشعب مش كأكاديمية ولا متخصصة في الشأن الصيني، أن يتم تشكيل لجنة شعبية، لجنة شعبية بالإضافة إلى اللجان الرسمية تكون مهمتها الأولى هي الرقابة يعني هي عمل كنترول على تنفيذ هذه الاتفاقيات بمدد زمنية معينة، علشان علشان ما يحصلش زي الاتفاقيات السابقة تذهب إلى أدراج الرياح. أنا بطالب الشعب المصري إن هم يشكلوا لجنة من يعني مش أقول لجنة خبراء وأكاديميين، هي لجنة من المواطنين المتخصصين في المجالات المختلفة لمراقبة كيفية تنفيذ هذه الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم المحددة مع الجانب الصيني، علشان أول حاجة نكتسب ثقتنا في اللي هم الجهات الحكومية اللي هي تقوم على تنفيذ مثل هذه الاتفاقيات، ده من حاجة. والحاجة الثانية عشان الشعب المصري يبتدي يحس ان التنمية اتحققت فعلا، وان هو بيعيش فترة جديدة ومرحلة جديدة بعقلية مختلفة بعيد عن العقليات القديمة. عشان كمان يعني الكلام اللي انا كمان بقوله في اي مكان بروحه، احنا عملنا ايه؟ فين الاتفاقيات اللي قبل كده؟ الحقيقة الاتفاقيات اللي قبل كده كان بتتحط في الدرج،
مثلا احنا عملنا وزير البيئة المصري وقع مع نظيره الصين في فترات سابقة اتفاقيات لتحلية مياه البحر. انتوا سمعتوا ان مياه البحر اتحلت ولا حاجة؟ ولا سمعنا. اتكلمت بعد كده سمعت ان وزير البيئة وقع فعلا مع وزير البيئة مع نظيره الصيني على حاجة اسمها الاستمطار الصناعي. الاستمطار الصناعي ان هم ينزلوا مطر من يعني ايه بشكل صناعي. انا يعني انا كمواطنه عاديه جدا الفكره دي يعني ايه خلتني اسرح وفي الخير وعجباني قوي الفكره. طب ليه ما نزلش المطر خاصه في المناطق الصحراويه وان احنا والعمليه دي هتساعدنا في مجال الزراعه وفي مجالات كتيره جدا. لكن الحقيقه لا مياه البحر اتنفذت ولا الاستمطار الصناعي اتنفذ ولا حاجات كتيره جدا اتنفذت وعمالين نوقع اتفاقيات وقبل كده اتوقعوا اتفاقيه القاطرات او قطارات فائقه السرعه. لكن الحقيقه الرئيس السيسي في زيارته الأخيرة بالفعل وقع اتفاقيات مع الجانب الصيني في لإنشاء مشروع القطار فائق السرعة اللي هو هيجي ما بين السلام وبلبيس والمنطقة الاقتصادية الجديدة اللي هي ما بين قناة السويس ومنطقة الإسماعيلية. فاللي أنا بطلبه أن لابد من وجود لجنة شعبية ولجنة تضم متخصصين وأكاديميين أو لجنة من الشعب المصري أو أن الشعب المصري كله يبتدي يتساءل متى وأين وكيف وما هي الخطوات الزمنية المحددة لتنفيذ مثل هذه الاتفاقيات. الحاجة المهمة اللي هو آخر حاجة بقى في الزيارة في اليوم الرابع او الثالث الاخير للزياره الرئيس زار منطقه اسمها شينداو وتقريبا احنا كلنا سمعنا على المنطقه دي. المنطقه دي هي عاصمه مقاطعه كبيره جدا في الصين اسمها مقاطعه سيشوان ليها اهميه كبيره جدا. المنطقه دي اهميتها ايه؟ ان هي بتدخل حجم استثمار محلي للصين سنوي حوالي 50 مليار دولار والناتج المحلي للمدينه دي 450 مليار. عدد سكانها 90 مليون نسمه بما يعادل سكان مصر كلهم. علشان ده في ناس سألوني ايه اهمية المنطقة دي. هي دي اهمية المنطقة. هي دي اهمية المنطقة. والمنطقة دي غنية بالمصانع اللي هي العاملة في مجال الطاقة المتجددة وطاقة الكهرباء وطاقة الرياح وما الى ذلك. وقعنا عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التعاون مع الجانب الصيني ومذكرات تعاون خاصة مع التحالفات الصينية الكبيرة زي تشاينا هاربورت العاملة في مجال انشاء وادارة الموانئ واعتقد شركة سيكو الصينية اللي هي العاملة في مجال ادارة وانتاج الحاويات. الحاويات اللي هي الكونتينر اللي هي اللي بتنقل البضائع ما بين الصين والعالم. وتقريبا 90% في 90% من الحاويات اللي هي السفن الكبيرة قوي اللي بتنقل البضائع اللي هي التي تجول العالم بأسره هي صناعة صينية بحتة. وهو ده للعلم هي اسمها شركة كاسكو. اسمها شركة كاسكو بتاع مجال نقل وتداول الحاويات وشركة تيدا اللي هي العاملة في شمال غرب قناة السويس وان هم وقعوا اتفاقية عشان يزودوا استثماراتها ونقشوا مع الجانب الصيني اقامة عدد من المناطق الصناعية في مصر. ومصر وعدت الجانب الصيني ان هي تحل كل المعوقات الخاصة التي تقف حجر عثرة امام الاستثمارات الصينية. ونقش الجانب المصري تعديلات شهادة الجودة اللي هي تسمح للجانب الصيني ان هو يدخل البضائع لمصر بشكل اكثر جوده وبشكل يعني ايه بخامات نظيفه يعني. والزياره بتاتي ليه في عندنا هنعمل قمه اقتصاديه في شرم الشيخ في الفتره ما بين 13 الى 15 مارس المقبل. وده كمان مصر عدلت الفتره دي كانت المفروض في فبراير لكن في فبراير معروف ان هي فتره الاعياد الصينيه وفتره اعياد عيد الربيع الصينيه. فعلشان كده احنا قمنا الجانب المصري عدل القمه الاقتصاديه في شرم الشيخ المقبله ما بين 13 ل 15 علشان يتيح الفرصه للجانب الصيني والمستثمرين والشركات الصينيه ان هم ييجوا ويحضروا القمه دي ويشاركونا ويزودوا استثماراتهم في مصر. الحقيقه الصين زي ما احنا عارفين احرزت تقدم كبير جدا في مجال النقل والقطارات فائقه السرعه. فعشان كده مصر عايزه تستفيد من خبرتها وبالفعل تم توقيع اتفاقيه اللي هو اتفاقيه القطار السريع اللي هي هتصل السلام مدينه السلام ببلبيس المنطقة الاقتصادية الجديدة اللي هي ما بين قناة السويس ومنطقة الإسماعيلية.
والحكومة بتسعى إلى اقتناص أكبر عدد ممكن من الاستثمارات اللي هي الصين أعربت في منتدى التعاون الصيني الإفريقي إن هي هتخصص دعم كبير جدا من الأموال لتنمية ودعم الدول الإفريقية. فمصر عايزة تأخذ أكبر عدد من الأموال الممكنة لدعم يعني إيه إن هي الأموال دي تخش مصر وتصب في مصلحة الجانب المصري. المقترحات الخاصة بتطوير العلاقات المستقبلية بين الجانبين يرى الخبراء أن الصين قصة نجاح كبيرة وعملاقة بعدما كانت الصين تقف على أطراف النظام الدولي. أضحت الصين أحد الدول التي أضحت الصين في قلب الدول التي أضحت محركة وقاطرة هذا الاقتصاد العالمي. و قصة نجاح الصين لابد ان هي تدرس والفكر الصيني لابد ان يدرس لدى جميع الجامعات المصرية والعربية والعالمية. يمكن اهم المقترحات الخاصة بتطوير التعاون ما بين الصين ومصر. اول حاجة انا طلبت بتفعيل انشاء مبادرة طريق الحرير الجديد ما بين الصين ومصر باستثمار مصري صيني مشترك. طلبت بانشاء منطقة تجارة حرة ما بين مصر والصين وانشاء غرفة تجارية مصرية صينية. طلبت ان مصر تشارك حتى ولو من خلال موقع مراقب في المنظمات. انا قلت له يا سيادة الرئيس لما وانت هناك وانت في الصين اطلب من الجانب الصيني هما مش هيرفضوا. الصين عضوة في عدد كبير جدا من المنظمات الإقليمية والدولية زي منظمة الأسيان منظمة البريكس التجارة العالمية منظمات كتير. احنا بنتكلم بقى على شراكة استراتيجية. فأنا من هنا بقلب جامد بقول له يا ريس اطلب منهم ان مصر تاخد مقعد ولو مقعد مراقب داخل التنظيمات الدولية واللي بيها مصر تقدر تشارك مع الصين باعتبارها دولة شريكة استراتيجية لها في كافة المحافل الدولية. الخلاصة انا هختم الموضوع بتاعي ان السياسة الخارجية المصرية بتسعى لمواصلة العلاقات على نحو ايجابي مع الصين ومع العالم كله. واحنا بنتكلم على مستوى شراكة استراتيجية ما بين الجانبين والبعد ان العلاقة ما بين مصر والصين مرت بأبعاد كبيرة جدا. البعد الاول هو ان كل منهما دولة ذات حضارة قديمة ومن ثم فان التعامل بينهما ليس عاديا بل هو تفاعل ما بين اقدم حضارتين موجودين في التاريخ وفي العالم. البعد الثاني ان مصر اول دولة في المنطقة العربية تعترف بيه الصين. والبعد الثالث ان على مدى هذه العلاقات تقريبا السنة الجاية هم مش 45 سنة هم 60 سنة لما نحسبها من 56 لغاية من 56 لغاية 2015 الجاي تقريبا 60 سنة. على مدار 60 سنة في ادارة مجال او ملف العلاقات ما بين الصين ومصر لم تحدث هناك وقفات او خلافات حازمة او جادة ما بين الجانبين المصري والصيني. وهذا وان دل فانه يدل على ان العلاقات ما بين الجانبين هي علاقات بالفعل استراتيجية شاملة ولابد من العمل في الفترة القادمة على تنميتها. وان القيادة المصرية ادركت بالفعل أهمية الصين وأهمية ان الصين لابد ان تكون شريك استراتيجي لمصر في الفترة القادمة. وانا بطلب ان يعني انا هختم خلاص كلامي ان لابد من ايجاد لجنه شعبيه ولجنه من الخبراء والاكاديميين تعمل على مراقبه كل هذه الاتفاقيات التي تم توقعها مع الجانب الصيني. وكل فتره نقول له يا سياده الرئيس فين الاتفاقيات اللي انتوا وقعتوها احنا وصلنا فين وابتدينا فين ووصلنا فين والفتره الجايه هنعمل ايه. وبكده العقلية هتتغير وبكده هنتقدم وهنرتقي ببلدنا إلى مصاف الدول العالمية. أترككم عند هذا الحد وشكرا جزيلا.